لقبك انت سرور؟ ماي قولي ساعة نجم نقولك سرورة ولا نقولك سارة؟ سارة غير وابرك نقولك سارة كهوا؟ باهي سارة انت كي تكبر شو تحب تولي؟ طبيبة. تحب تولي طبيبة؟ يا طبيبة بتاع شنو؟ بتاع سنين. طبيبة بتاع سنين؟ اي ميلا انت جابك لي يا ربي باش تداويني. سرورة انا عندي مشكلة سنية فيها برشا سوز زعما مناش. خاطر انت ما تغسليش. خاطر ما نغسلش سنية؟ ميلا كيفاش لازمني نغسل سنية قول؟ 20 فوق 20 اللوطة 20 فوق 20 اللوطة وفي الوسط 20 فوق 20 اللوطة. معناها 20 فوق على جناب و20 لوطة على جناب و20 فوق على جناب و20 لوطة وفي الوسط زاد كيف هكا؟ باهي وقداش من مرة نغسلوا سنينا في النهار؟ ثلاثة مرات بيت أو ثلاثة مرات هذوما من بعد الماكلة ولا قبل الماكلة؟ بعد الماكلة بالطبيعة. اسمع سيدي من السرورة هذي بي سارة أنا مثلا ناكل برشا حلويات. هي الحلويات شنو تنجم تعمل لي؟ قلت لي كرش وتعمل لك السوس. تعمل لي سوس؟ باهي فما حاجة أخرى سارة نحب نسألك عليها. أنا الحقيقة معناها كي نجي ناكل في الماكلة قل لي الساعة خلينا نعرف. باهي قل لي سرورة كي نجي باش ناكل الماكلة شنو لازم لي نعمل؟ نظف يديا؟ اي تنظف خاطر تكون مسخة وانت تنجم تمرض. تنجم تعدي لي جراثيم. اي باهي كيفاش ننظفهم يديا؟ بالصابون. نغسل بالماء والصابون قبل الاكل وبعد الاكل ولا قبل الاكل كهو؟ قبل الاكل وبعد الاكل. قبل الاكل وبعد الاكل. سروره ما دمنا احنا نحكيو على النظافه قولي كيفاش لازمني ننظف انا؟ معناها ننظف بدني وننظف ايديا وننظف ساقي كيفاش نجم ننظف؟ مقبط الدوش وزيد تغسل ساقيك. كي نحي السبيد لازم نغسل ساقيا. باش نغسلهم ساقيا تغسل بالماء بالماء والصابون. باهي والاظافر نتاعي زاد كيف زاد نقصهم؟ اي لازمك تقصهم. علاش لازمني نقص الاظافر نتاعي؟ خاطر كي حد نجم تمس تنجم تجرح. نجم نجرحو وزاد هما تقريبا يقولوا ما نعرفش انت تثبت لي في المعلومه مادامك انت طبيبه هما الاظافر يلموا ولا الجراثيم؟ يلم. فما حاجه اخرى ساره انا نمس برشا الحيوانات والقطاط بعد ما نمس الحيوانات والقطاط لازمني نعمل؟ زاد معناها قبل الاكل وبعد الاكل وكيف نمس الحيوانات والقطاط زاد لازمني نغسل يدي هكا؟ فهمتك سرورة. فهمتك يا سرورة. بيه توا الصغيرات سرورة اللي يسمعوا فينا توا هكا وهم ما همش قاعدين يغسلوا في يديهم وما همش يعملوا بالنصائح اللي قاعدة تعطينا فيهم انت. اللي يسمعوا فينا توا ما همش قاعدين هكا يطبقوا في الحاجات اللي تقولي فيهم انت توا. شنو لازمهم يعملوا؟ شنو تقول لهم انت طبيبة مادامك انت طبيبة بحذايا لهنا؟ شنو النصائح اللي تقدمهم لهم؟ تكونوا نظيفيا ديما تغسلوا يديكم وتغسلوا سنين. صحيت سرورة. انت شنو الهواية متاعك؟ هي متاعي نترين التنس. ترين التنس؟ ملي انت باش تطلعين خير من اونز جابر؟ ملي انت باش تولي بطلة متاع التنس كيما اونز جابر ولا خير؟ خير من اونز جابر. خير من اونز جابر. وانت ترين سرورة؟ ترين لنا بالقروان. للا احنا نتمنوا لك ان شاء الله تكون لنا من الابطال متاع التنس يا للا. داكوردو دكتور كيت دكتور كيت